Borčki. في الحي المالي بمنطقة شرق في مدينة الكويت وبجانب برج الشهيد وبرج المدينة وبرج الحمراء وهو أحد أعلى المباني ارتفاعا في الكويت ويصنف كثالث أطول برج في المدينة كما يتميز بشكله وتصميمه وألوانه الزهية التي تشاهد من على النوافذ الخارجية للمبنى يتكون البرج من 59 طابقا وتم افتتاح برج كيبكو في عام 2012 وقد تم تجهيز البرج ليشمل عدة مرافق وعناصر أمنية تعمل على مدار الساعة وتبلغ المساحة المقام عليها برج كيبكو أكثر من 4850 متر مربع ويتمتع برؤية تشمل 360 درجة لمدينة الكويت والخليج العربي وبهذا فهو يشكل تحفة معمارية تتلألأ في مدينة الكويت to معاكم مصور الجو يا احمد سلمان اليوم متواجدين في برج كيبكو انتظروا اجمل لقطات من الجو لهذا البرج بعد الفاصل مشروعي ان شاء الله تصوير كيبكو مع مدينه الكويت في جميع ابراجها وفي جميع جمالياتها. اليوم انا محضر الفانتوم 4 برو هذه الدرون الجميله ذو عدسه واسعه ذو الالوان الجميله راح تطلع لي تفاصيل الابراج اللي حوالين كيبكو ومع البحر مع الغروب ومع الاضاءات سواء بعد الغروب او او بالليل. اليوم مشروعي حق بوتش كيبكو هذا الشكل الهندسي الجميل اللي على شبه بانوراما الحفر اللي على الجوانب مع الجام المقطع من تقريبا من اوله لاخره الشكل البانورامي اللي موجود فيه الابراج اللي حوالينا تطلع برج كيبكو اذا الى اجمل لقطه خصوصا هو يعني هم يعتبر يطل على البحر على شاطئ الخليج من الصوب الثاني برج التحرير عنده على يساره الابراج الثانيه اللي هي برج الحمراء وبرج الرايه ومع الابراج الثانيه يتمتع برج كيبكو على يساره اهم برج الحمراء، برج الرايه، البرج الابراج الثانيه اللي موجوده يطل على شارع الهلالي، هذا الشارع يتمتع فيه ابراج جدا جميله واشكال هندسيه رائعه. يتمتع برج كيبكو في تقريبا ارتفاع 260 و 60 طابق اقدر اخلي الدرون تطير من اخر دور وتعطيني مدينه الكويت في اطلاله جميله جدا برج التحرير وجميع مرافق مدينه الكويت. برج كيبكو يتمتع في اشكال هندسيه جدا رائعه الوان الجام اللون الاخضر الشذري مع خصوصا اذا كان وقت الغروب او بعد الغروب يعطيني الاضاءات الجميله اللي على شكل عشوائي ومربعات يعطيني البعد البانورامي بالتصوير الجوي يتمتع برج كيبكو على اطلاله جدا رائعه خصوصا على شارع الهلالي على يمينه برج التحرير على يساره برج الحمراء برج الحمراء يتمتع في الكيرف وطريقه الجام اللي موجود فيه على طريقه الكيرف يقدر يعطيني ريفلكشن على برج على الابراج ويعطيني ريفلكشن على الغروب طبعا بعد البرج الحمراء يجيك برج الرايه البرج الرايه يتمتع فيه اشكال هندسيه جميله المنظر الخلاب اللي موجود فيه هو تقريبا يجي على من صوب الغروب عندك برج التحرير شكل مميز طبعا من اول الشروط اللي المصور الجوي يبحث عنها اللي هو الجو اذا كان غيم او ما يكون في هواء تارس هني المصور الجوي يستمتع في طيران الدرون وياخذ لقطاته الجميله خصوصا اذا برج كيبكو على تقريبا 260 متر يقدر يطير الطياره من فوق السطح و وتعطيه بعد 500 وتطلع مع معالم جميع معالم دوله الكويت طبعا المده تختلف طبعا اذا بصوره نهار وغروب وليل يفرق عن مثلا بس ابي نهار او بس ليل اذا باخذه على فترات مختلفه طبعا راح يستغرق مني تقريبا ساعه الى ساعتين لان اذا بصوره بالنهار لازم اصوره قبل الغروب بساعه ووقت الغروب ولازم انتظر بعد الغروب بربع ساعه عشان اخذ الاضاءات الليليه، طبعا الفترات اللي مختلفه هي بالنهار طبعا الكل عارف انه تعطي تفاصيل حق البرج كيبكو او ابراج ثانيه، قبل الغروب راح تعطيني اللون البرتقالي بعد الغروب راح يعطيني اللون البلو عشان يجمل البرج او الابراج اللي حواليه. طبعا بلا شك كل شخص عن شخص تختلف نظرته وتختلف الهدف اللي هو جاي يصور فيه سواء برج كيبكو او الابراج الثانيه او اي معلم او اي صرح يكون يعني حاط باله انه هو يصوره. طبعا انا من ثم فكرتي اني انا بصوره تايم لابس لازم انا اخذ تقريبا اكثر من عشر دقائق عشان على الاقل اذا في غيم يساعدني الغيم، اذا ما في غيم انظر الى نزول الشمس للغروب عشان تاخذ حركه الشمس مع نزولها. اذا باخذه كاضاءات وكجماليه ليل لازم انا اطير بعد المغرب وافكر شلون اطلع جماليه برج كيبكو، طبعا راح اخذ جوله حوالينا عشان اطلع زاويه مناسبه حق جماليه برج كيبكو. طبعا الدرون هي الأداة الأساسية اللي تأخذ جمالية المكان خصوصا برج كيبكو لأنه يتمتع في مكان جدا رائع وياخذ يعني المصور الجوي ياخذ أكثر من زاوية عشان يطلع في جمالية الفانتوم فور برو تعطي تقريبا ألوان جميلة وعدسة واسعة وتصور 4K تقريبا اكثر الدرون يصورون 4K بس في درون ما تعطي مثلا نسبه الالوان اللي هي 10 بت في درون تعطي 6 بت فال10 بت تعطي تشبع الوان رائع عندك السباير 2 هذه تقريبا هي التوب في الدرون تعطي تقريبا عدستها الى 1.8 والوانها جدا رائعه نصيحتي لك تعال واستمتع في تصوير برج كيبكو بس نق الجو المناسب ويكون في غيم عشان تقدر تصور تايم لابس تقدر تصور دخول الشمس بين الغيم وتقدر تاخذ تايم لابس من نهار الى ليل يعني تاخذ النهار غروب مع الليل راح تطلع لك صوره جدا رائعه استمتع وبس دير بالك من الابراج اللي حوالين برج كيبكو وبالتوفيق للجميع معكم سالم الباز مصور فوتوغرافي انتظرونا بعد الفاصل يعتبر برج كبكوم من الابراج المتميزة في دولة الكويت حيث يبلغ ارتفاعه تقريبا 240 متر وتقريبا في 59 دور غير الادوار للخدمات بالاضافه الى يتميز بالاشكال الهندسيه من بالتصميم ويعتبر من التصاميم الرائعه بال بالمنطقه طبعا برج كيبكو مثل ما ذكرنا انه يتميز بالاشكال الهندسيه في جميع الاشكال على سبيل المثال المثلثات والكيرفز الموجوده وبالنسبه بالنسبه لل الاضاءات اللي, اللي تتسلط على هذا المبنى يعطينا اكثر اشكال يعني اشكال متنوعه وخاصه الظل الموجود في وقت الظل والضوء هم هذا هم هذا يتميز في البرج طبعا كل مصور له نظرته لاي مبنى واي مكان يصوره يختلف تختلف نظره المصور من مصور الى مصور اخر على سبيل المثال تلقى مثلا لو اي شخص يوقف نفس نفس المكان هذا قدامه اكثر من زاويه يعني عشان عشان ياخذ ياخذ الفريم اللي يبيه هو يكون دارس المكان بالضبط ولا نظره نظرته بالموضوع هم, هم كذلك بالنسبه للتوقيت التوقيت وايد مهم للمصور الاجواء الاجواء هم من كذلك التوقيت والجو وال يعني هذه عوامل المصور ياخذها بعين الاعتبار عشان يصور اي مبنى او اي فريم يحتاجه بالنسبه للتوقيت دائما المصور عنده التوقيت شيء مهم وهم كذلك حاله الطقس يعني مثلا كمصورين معماريين نحتاج الى على سبيل المثال نحتاج الى القيوم القيوم تعطي افكت حلو للمكان ويعني وتعطي وتطلع بصوره اجمل طبعا حتى وضعيه الشمس وقت الشروق وقت القروب وجود الشمس مثلا في عز الظهر هم هذه كل هذه امور كلها تفرق للمصور لتصوير اي اي مثلا صرح معماري او غيره من المناظر الاخرى. انا بالبدايه دخلت عالم التصوير تقريبا في عام 2012 وكنت احب اصور اللاند سكيب اللي هو الطبيعه كل انسان الطبيعه تشده سبحان الله يعني كالمناظر الطبيعيه والخضره والماء والشلالات وغيرها من هذه هذه الاشياء. فكمصور كمصور هاوي دائما يحب يصو يكون له محور معين يحبه يكون قريب له قلبه، طبعا سكيب هو كان يعني المحور المفضل عندي. وبالاضافه انا قاعد يعني حاولت اني اتعلم تصوير جميع اغلب المحاور والتكنيكس لجميع المحاور. يعني هذه هذه التكنيكس تساعد تساعد المصور يعني عشان يصور امور كثيره مثلا يمكن بلاند احتاج تكنيك معين في محور ثاني ولكن في الاونه الاخيره المحور محور الفن المعماري صراحه شدني من, من من ناحيه الجماليه قاعد يبرز يبرز يعني التفاصيل الجميله لاي مبنى وهو تقريبا مقرب للاندسكيب مع انه يعني بعيد هو بس يعني تحس ان اغلب الناس اللي كانوا يصورون لاندسكيب اتجهوا بعدين تصوير محور الفن المعماري. يعني صراحه محور وايد جميل ويبرز شخصيه مصور من من خلال هذا المحور واحنا واحنا بالكويت يعني اللي يصورون هذا المحور قليلين بس ما شاء الله يعني برزوا الزملاء والزميلات في هذه في هذه في هذا المحور اللي محور الفن المعماري في ناس يصورون باقل ادوات مو شرط انه مثلا يعني كاميرات مثلا احترافيه او عدسات طبعا الكاميرات والعدسات الاحترافيه هذه طبعا تفيد وما تفيد وترفع من 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 كفاءه الصوره احنا اغلب 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 الاغلب المصورين نستخدم فلاتر معينه ونستخدم عدسات معينه على سبيل المثال وايد انجل او الترا وايد انجل لينسز من من اكثر من من موديل و يعني الادوات ما هي ما هي ما هي كثيره كثر ما في ما عندك الا عدسه معينه مثلا او عدسه ويا فلتر عشان يطلع لك الصوره يعني بشكل جميل. طبعا بالكويت في كثير من الفتره الفتره الاخيره ما شاء الله صار الاهتمام بالتصميم المعماري للمباني نشوف اليوم مدينه الكويت قاعد يهتمون بالمباني هذه والتصاميم على سبيل المثال مبنى كبكو التجاريه بالنسبه للكثير من يعني ما يحضرني حاليا اغلب الاغلب الابراج هذه تم تصويرها من قبلي ومن قبل الزملاء الاخرين يعني المصورين وما شاء الله يعني طلعوا في نتائج وايد جميله وابرزوا معالم الكويت بهذا بهذا النوع من التصوير اما بخصوص خصوص التصوير خارج الكويت طبعا اي نعم يعني انا اغلب تصويري كان في في دول اوروبا كان في اسبانيا في هولندا في المانيا آه طبعا الدول الاوروبيه هذه سابقتنا في 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 التصاميم الهندسيه وتركيزهم على المعمار. آه وطبعا لما نزور احنا يعني تقريبا زرت آه زرت آه اكثر من آه من آه مكان في اسبانيا على سبيل المثال فالنسيا آه من تصميم المعماري الاسباني كالترافا. عنده كثير من التصاميم الجميلة في فالنسيا في طبعا كل أغلبيتها في 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 إسبانيا فالنسيا بالباو مدريد يعني هذه أغلب أغلب وأخذنا أخذنا ورش عمل هناك فيها طبعا لما تصور أنت التصاميم هذه لمصممين عالمين هذا يعني يزيدك انت خبره ويعطيك تغذيه بصريه كبيره لان انت لما تروح هناك تشوف مبنى تصميم عالي وعالمي يساعدك على الخروج بنتائج طيبه. طبعا بالنسبه للمسابقات ما شاء الله المصور الكويتي سباق ووصل العالميه بخصوص بخصوص دخوله بالمسابقات ولا في بداياتنا ما ما كنا نهتم الامور هذه مجرد لان هي كانت هوايه واحد يصور ويخش ويخش الصوره عنده بروفايل بالهارد وما يستخدمها ينزلها مثلا بالسوشيال ميديا انستغرام او غيره من 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 برامج التواصل الاجتماعي الى ان الاخوه الزملاء يعني قال يعني يقول انت تروح تصور وتسافر وش الفائده يعني اذا انت ما تبدي مثلا تطلع صورك ولا انت تشارك في في معارض وتشارك في تشارك في مسابقات ما ماكو فائده يعني واحد شلون شلون يعرف مستواه الى ان مثلا يدخل في هذا المجال يشارك في يشارك في معارض لما يشارك في معارض يكتسب خبرات لما تحط مثلا صوره معينه على سبيل المثال يجي لك شخص ينتقدك نقد بناء يزيد من معرفتك يمكن يجي لك مصور ما شاء الله اقدم منك واكثر منك خبره لما ينتقدك في هذه الصوره هذا شيء جميل يعني تعرف انت اخطائك وهذا احنا اللي نطلبه ان الشخص ينتقد نقد ايجابي لما تنتقد نقد ايجابي انت ترتقي في في عملك وتعرف شنو اخطائك طبعا بالنسبه للمسابقات هم من كذلك لما ندخل مسابقات ما تنزل بس الصورة تشارك فيها ويعني وتمشي لا لازم انت تدرس المسابقات جيدا تشوف يعني تدرس المسابقات لمواسم ثلاث اربع سابقة تشوف انت شنو عقلية مثلا المحكم او عقلية هذا هذه المسابقة تبي تشوف شنو مزاجهم تبي تعرف شنو رؤيتهم فانت لازم تدرسهم تشوف 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 الصور تصير عندك تغذية بصرية شوف انت شنو بالضبط يعني صورتك لما لما تنزلها بالمسابقه شنو راح يصير في 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 يعني فائده مثل ما ذكرنا المصورين الكويتيين ما شاء الله يعني وصلوا الى درجه عاليه في كثير من المحاور وسبقونا كثير من الاخوه الزملاء ويعني حصلوا على جوائز متقدمه ومو بس شرفيه شرفيه يعتبر يعني هذا شيء جيد ولكن في ناس وصلوا ما شاء الله الى الى مراكز متقدمه المراكز الثلاث الاولى وهذا شيء جميل أن واحد يعطيه دافع لما يفوز في جائزه شرفيه يحاول انه يشارك يشارك في مسابقات ثانيه ومثل ما ذكرت مسابقه مونكروم يعتبر مسابقات دوليه يعني المعروفه بال عالميا وهي متخصصه في تصوير الابيض يعني الصور بالابيض والاسود والحمد لله انا شاركت في في احد احد الصور اللي كانت يعني مصورها في فالنسيا في اسبانيا والحمد لله يعني توفقت فيها وخذيت الجائزه الشرفيه. طبعا الصوره الصوره لمبنى احد المباني الموجوده في المنطقه من تصميم المصمم العالمي كالترافا. وكان في يعني ما شاء الله احنا لما تطلع انت تروح تشوف المكان المكان هذا في اكثر من مبنى يعني يعتبر مثلا مثل مثل متاحف في متاحف وفي دار اوبرا وفي كلها من تصميم مصمم عالمي واحد والحمد لله يعني كان توفقنا في التوقيت المناسب وال وال مثل ما ذكرنا في في توقيت معين الواحد يستفيد منه مثلا ظهور الشمس باتجاه معين يعكس يعكس مثلا الاشياء عندك يصير في عندك ظل وتشكل عندك اشكال هندسيه هذه الاشكال الهندسيه من الظل بالاضافه الى الاعمده والتصاميم الموجوده في المبنى الحمد لله رب العالمين هذا توفقنا بهذه الصوره. بالنسبه لل يعني نقدر نقول عندنا اكثر من نصيحه بالنسبه اول شيء لازم يصير عند لازم يصير المصور في ثقافه يكون عنده ابديت للمعلومات الجديده يصير عنده يقرا يشوف يشوف المصورين العالميين يشوف شنو جديد بالساحه حتى على انواع مثلا العدسات انواع الكاميرات مواصفات الكاميرات يدش مثلا بالنت يصير عنده تغذيه بصريه يشوف مثلا شون تكوين الصوره الاماكن الجديده، التكنيكس جديد، كل هذه يعني يفضل المصور أن انه يعني يتعب على نفسه شوي. احب اشكر البرنامج استضافتهم لي لهذا يعني لهذا المكان الجميل ما شاء الله ويعطيكم العافيه. معاكم المصور الجوي عبد النيب البلوشي تابعوني بعد الفاصل للامانه اليوم تصويري فوق برج كيبكو كان جدا روعه لعده اسباب من ضمنها ان الطياره ارتفاعها من فوق البرج يكون اعلى من الارتفاع لما يكون من سطح الارض يعني يكون جدا ارتفاعه عالي بحيث اني اقدر اطلع جد كل المعالم الموجوده دار مدار برج كيبكو طبعا الارتفاع المطلوب يعتمد على حسب الزاويه اللي انا ابي اصور فيها البرج نفسه يعني اذا بطلع معالم البرج نفسه يكون ارتفاعي ما بين 100 الى 150 واذا بطلع مع باقي الابراج الموجوده خاصه مثل برج الحمراء لأن ارتفاعه جدا عالي فمضطر اني ارفع الطياره الى ارتفاعات عاليه ما بين 380 الى 400 فيحتاج هذا الارتفاع تقريبا عشان اني اظهر الشيء الجمالي الموجود في البرج نفسه طبعا الخطه اللي حطيتها حق نفسي اليوم اني صعدت السطح اليوم لبرج كيبكو وشفت الابراج الموجوده والمجاوره لبرج كيبكو وخذيت الزوايا وطريقه التصوير وبلشت للامانه استمتعت وايد قبل الغروب وان شاء الله عندي تصوير ثاني ما بين اللي يكون قبل الظلام نفسه وان شاء الله راح اتوفق فيه. طبعا تركيزي على الازمنه هذه لان قبل الغروب يعني بشوي طبعا اخترت الفترتين هذيلي لان فتره الغروب اللون يكون لون برتقالي حتى يعكس على البرج نفسه ويعطي صوره جماليه للمكان وايضا ما بين الغروب واللي يكون مثل ما يسمونه الظلام هذا الوقت هذا بالذات يعني الاضاءه تكون جدا جميله مع وجود الانوار الموجوده بالعمارة نفسها والعماير المجاوره اعتماد اليوم كان على مافيك برو كون انه حجمه صغير وانسيابي جدا لان لو بفكر بالمسباير او اي كاميرا اخرى ممكن شويه معداتها اثقل وهذا لكن الكاميرا هذه بحجمها الصغير اقدر اصور طبعا 1080 او 4K واستمتع بالتصوير نفسه مع وجود الفلاتر اللي موجوده مع الكاميرا طبعا اللي ساعدني اليوم ان السماء كانت صافيه والغروب كانت الالوان جدا جدا واضحه على العماره نفسها وان شاء الله راح تشوفونه مع التصوير وافضل شيء عندي حق التصوير طبعا وقت الغيوم التصوير يكون فيه استمتاع اكثر او بالليل بعد الغروب طبعا بحيث ان جميع الاضاءات موجوده للكويت فتطلع بصوره جماليه جدا جدا حلوه. للامانه والله انا جدا استمتعت بتصويري لبرج كبكو وما توقعت انه لو اصعد السطح فوق واشوف هذا المنظر اللي قدامي مثل ما شفتوه بالتصوير يعني يعجز الكلام حتى عن وصفه. خاصة وجود برج الحمراء او برج التجاريه او برج التحرير وباقي العماير الموجودة وبرج الرايه يعني المنظر كان فعلا ما توقعته كذي، يعني انا دائما اطير من تحت لكن اني اصعد السطح واصور هذا التصوير للامانه ابهرني وحتى البرج نفسه كتصميم الهندسي وايد وايد روعه يعني حتى المفاهيم اللي عندي تغيرت بعد تصويري من فوق سطح برج كبكو. طبعا الوقت اللي اسعفني واللي ساعدني اللي هو الفتره اللي تكون بدايه سواد السماء لان الفتره هذه الاضاءات جدا جدا جميله مع وجود شويه لون زراق خفيف بالسماء هذا الشيء جدا ساعدني ووايد خدمني بالتصوير فيعني حتى احس ان جهودي هذه ما راحت يعني هباء منثوره. للامانه الابراج اللي موجوده دار مدار برج كيبكو جدا خدمني والابراج اساسا وجودها مع وجود برج كيبكو يعني معطي شكل جمالي جدا حلو وطبيعي اني لازم اكون اخذ الحذر بسبب انه ممكن طيارتي اني ادعم فيها برج او اي شيء فلازم يكون عندي قياسات معينه لتصوير البرج عدا ذلك نعم ممكن الاخطاء تصير فالواحد لازم ينتبه للشيء هذا طبعا كل ما ترتفع فوق يكون افضل لانها تطلع شغلات اكثر يعني ممكن تقدر تطلع شويه ملامح جون الكويت فتستمتع اكثر لان انت مثلا لو انك تطير طياره من تحت من الارض تحسب حساب البرج نفسه يعني تقريبا 270 مو شويه لكن اذا انا اطير من ارتفاع 270 وعندي تقريبا 500 متر اتوقع انه يكون وايد افضل ويخدمني هالشيء وايد. أه نعم طبعا لازم يكون الشخص اللي جاي يصور البرج المعين اللي هو جاي له ينتبه للابراج المجاوره، ينتبه للمباني الموجوده دار مدارة بحيث انه لا يكون في اصطدام بالبرج المجاور او بعض الابراج الكهربائيه. هذه الامور لازم يكون منتبه لها سواء قياسات او ارتفاعات. ويفضل انه يجي قبل بيوم حق التصوير وياخذ كل الزوايا وكل الاماكن اللي يبي يصورها مع ابعادها يكون هني مطمن ويصور على راحته. للامانه انا اليوم استمتعت جدا في برج كيبكو سواء التصوير اللي موجود داخل او الجو اللي من فوق وحاب اشكر تلفزيون الكويت اللي دائما مو مقصرين معانا احنا كهواه للتصوير خاصه لاظهار معالم الكويت وحاب اشكر الاستاذه دلال الغانم للامانه ما قصرت ويانا اليوم سهلت لنا كل الامور ووفرت لنا كل الامكانات ان نقدر نصور اليوم فكل الشكر لها يعطيكم العافيه